على فكرة الحياة ما مش مستاهلة أي حاجة من إن الواحد يقطع نفسه أو يعيش نفسه في ضغط. الحياة قصيرة قوي مهما طولت، والإنسان لازم تكون رحيم مع نفسك، مش في سبيل دور تتعب نفسك نفسيا ليه، وتتعامل مع ناس مثلا صعبة أو شرسة أو لسانها حاد. لا متشكلين قوي. أصل بص اللي مكتوب لك ده هتشوفه سواء كده أو كده، وطول ما أنت تشتري نفسك الدنيا تشتريك قوي. كل ما هتبهدل في نفسك الدنيا هتبهدلك أكتر. بتقول لي بعد فيلم أبو النسب إنه I am ready، هي كانت كده يعني خلاص أنت جاهزة. دي حاجة المنتج بيحسها، وبعدين أنا كممثلة أنا تلميذة جدا، يعني المنتج هو اللي يشوف ويقرر، المخرج هو اللي يقرر الحاجات، يعني أنا ما بزقش في حاجة مش في أوانها. فهي جت لما هم حسوا إن ده أوانها. خلينا نتكلم عن أبو نسب، يعني ده التعاون التالت ما بينك وما بين محمد إمام، يعني جحيم في الهند هنا وسرور وهنا وسرور وبعد كده أبو نسب، يعني نقدر نقول ده تويتو ما بينكم، لان يعني برضه هو ما اشتغلش مع ناس كتير، دي حاجه. وبعدين يعني بتستريحوا مع بعض، يعني فيلم تاني ماشي، فيلم تالت ده اكيد يعني في كيمياء. اولا محمد لذيذ جدا وابن ناس، وانا بحب اشتغل في اجواء احس ان الناس شبهي او قريبه مني، عشان الواحد يبقى على طبيعته. لانه الواحد لو بيشتغل في اتموسفير مشدود، مثلا صفات الناس اللي حواليك بتقلقني، مش هبقى على راحتي. فمحمد انسان جميل جدا، دمه خفيف جدا، ابن ناس فعلا، فانا برتاح معاه في الشغل. وبعدين هو بيضحكني اون كاميرا واوف كاميرا بجد والله، يعني عسل. يعني انا عندي مشاكل كتير قوي ان انا ما اضحكش، وباخد تيكات كتير عشان بضحك. ومعانا كمان ناس تانية في الفيلم زي ثروت، محمد ثروت. محمد ثروت ده بيضحكني جدا، عارفينه صح؟ ايوه. فالاجواء بالنسبه لي بتبقى مهمه قوي عشان ابقى مرتاحه فاكون على طبيعتي. فالناس لما تتفرج على الفيلم تحس انا ناسي انها ياسمين، لان في ناس بتروح تتفرج تحس لا انا مش مقتنعه، انا برضو شايف ياسمين اللي هي بنشوفها في الصور. فده بيحصل لما انا بكون ريلاكست ومرتاحه، فده بيحصل بقى مع محمد. طب يعني انت حابه ان انت تغيري شكلك في الافلام؟ يعني لو اتعرض عليكي افلام هتغيري فيها شكلك خالص؟ يعني تبقي من طبقه مختلفه، تلبسي لبس مختلف، هتقبلي اصلا دوت، ولا عايزه يبقى ليكي صوره معينه في خيال المشاهدين؟ لا بالعكس، ده انا الحاجات اللي بتجيلي اللي هي A class دي بتبقى مملة جدا بالنسبة لي. أنا ببقى نفسي أعمل شعبي، ونفسي أعمل شعبي هي الكلمة الصح، بس لسه ما حصلش نصيبي يعني. بس بالعكس طبعا أنا أتمنى أن المنتجين يشوفوني في الحتة دي، وحتى لو ما شوفونيش إن شاء الله أنا هعملها وشوفوها. أنا حابب إن إحنا نتكلم في السينما أكتر. إحنا في مهرجان سينما، وأنا عارف إن دايما يعني الناس اللي بتعمل معاكي حوارات بتتكلم في حاجات ملهاش علاقة بالسينما للأسف، بس احنا في عجان سينما، فأنا حابب جدا ان احنا نركز اكتر على السينما. فأنا يعني في تطورات كبيرة جدا حصلت لك من البداية خالص، ممكن انت تقولين المحطات الأساسية في دوت، واستفدتي ايه؟ لان كمان تعدي سنتين او ثلاثة تقريبا وقت الكورونا ما بتشتغليش، ف أكيد كان في وقت التطوير بالذات في إعادة التفكير في المستقبل والمهني. أنت الأول عايز تعرف إيه المحطات اللي حصل فيها نقلات؟ مسلسل طريقي طبعا، مخرج محمد شاكر خضير، هو قوي جدا جدا، مع إن هو سبحان الله دكتور أسنان، يعني فعلا اللي عنده موهبة ده لو كان في حتة تانية خالص في الأخير هيبقى في الحتة اللي في السكيل بتاعته. ده مسلسل زي ما قلت لك أنا كنت على طبيعتي جدا. أنا اكتشفت كممثلة إن الواحد لما بيمثل على طبيعته بيطلع أحلى
وبيوصل للناس كده ببساطة. فلما بكون في تلقائية. أيوة يعني كأن الكلام أنت اللي بتقوله هو كده فلو. دي حاجة مثلا كانت نقلة بالنسبة لي، الأسطورة طبعا، مع إن كان 5 دقايق الدور. دور صغير لا هو لكن ما كانش دور صغير، يعني هو بقى صغير بس يعني استفدت طبعا، لأني كنت البنت اللي هي كاسرة القلوب بقى، ودي حتة برضو الناس ما كانتش بتشوفها فيا، كانوا بيشوفوا النعومة. ولكن في طبعا أي ست عندها شراسة كده، الشراسة مش الصوت العالي ولا التحدي ولا الند بالند، الست لما بتبقى شرسة بيبقى ليها أسلوبها كده. فده كان الدور، ووصل للناس عادي جدا. أنا ساعات الناس لسه تقول لي يا تمارة شوف بعد كام سنة، علق جدا. وبالرغم ان هو كان 5 دقايق برضو. فالأسطورة برضو كانت كاتيجوري تاني عملته. كمان التمثيل قدام محمد رمضان جميل جدا، لان رمضان بيصدق قوي الدور، فلما هو بيقف قدامي ويعيط هو ناصر الدسوقي، هو مش محمد رمضان. لما انا اقول له انا ما اقدرش اتجوزك، انا ازاي اكون جنبك في الفرح ده، انتوا تفضحوني، الراجل اللي بيتاثر وهو الكاميرا مش عليه، فاهم قصدي ايه؟ يعني هي زاويتي بس، وانا بكلمه هو حزين يعني مكسور. ففي ممثلين كده يعيشوك، مش بياخد التيك بتاعه وبعد كده يريح، هو مصدق. وعشان كده انا طبعا محمد رمضان الصراحه يعني ده دور برضو كان فيه نقله. بعد كده الحصان الاسود، هو الحصان الاسود انا انسانه صريحه الصراحه مع نفسي، الحصان الاسود كان اكتر جمال الست لما بيبهدل بقى الراجل، هي كانت جميله قوي. وهم خلوا الدور اسمها حسناء اللي هي ست جميله، وكانت بتلعب بالاداه دي، فده كان نقله ان انا ابقى جاهزه للبطوله. وبعد الحصان الاسود على طول كانت بطولتي اللي هو حكايتي. انا بقى بحب الصعود اللي هي واحده غلبانه وبعد كده بقت حاجه، انا بحب القصص دي جدا لان احنا بنلمسها كل يوم في حياتنا، يعني كل واحد عنده قصه، هو الوحيد اللي عارفها عن نفسه عن قصه نجاحه. وفي السينما، في السينما كانت اول حاجه عملتها جحيم في الهند وكسر الدنيا، كانت اول حاجه اعملها سينما، كان عوضني ظلم الاسطوره لانه كان نفس السنه، كان ده رمضان وده عيد صغير على طول، فعملنا ساعتها 55 مليون، وده كان رقم كبير جدا، وكان اول رقم برضو لمحمد، وكان ممتع، فيلم ممتع. وصورناه طبعا في الهند، وكان في مناظر، وكان في مزيكة الهند، وكان في كالتشرز تانية، كانت الناس بتطلع كأنها كانت في رحلة. يعني انا بحس ان السينما زي ما انا مش شايفاكوا كده من نور، ان الواحد بيقعد في صندوق اسود ضلمة يخش عالم تاني، هو ده الهدف من السينما، ان انت تفصل، انت تنسى همومك ومشاكلك، وتبقى انت جوه الصندوق ده بتتفرج على حاجة تانية، فتطلع كده حاسس انك يا انا رجعت الواقع، هو ده دور السينما. فجحيم في الهند كان كده جدا، كانت كأن الناس ركبت الكرسي راحت الهند وهي قاعدة في مكانها، فكان ممتع جدا وكان برضو عائلي. بعد كده انا عملت فيلم كمان انت ناسيه ونسيتهولي، اللي هو كان اسمه ايه؟ فكرينا. طب بتاع محمد رمضان، ديزل. الديزل، بعد كده عملت الديزل، يعني كنت اتمنى يعمل نجاح اكبر من كده لكن ما عملش نجاح زي ما احنا متوقعين. الفيلم حلو بس يمكن ظروفه ما توفقتش. ماشي. بعد كده عملت ليلة هنا وسرور، لذيذ برضو جدا. البنت بالظبط محمد امام، البنت اللي هي بريئة جدا، وهو طول النهار يقول لها انا بشتغل مع المخابرات عشان يغطي على حاجته، وهي مصدقه يعني، كان لذيذ. وبعد كده بقى ان شاء الله اللي جاي ده، يعني انا عشان مثلت في كله، وزي ما انا سكت كده انا ببقى واقعيه، انا كنت في الكواليس بضحك جدا، والفيلم لو انا ما ضحكتش الجمهور مش هيضحك، حتى انا لما اقرا سيناريو المفروض انه كوميدي وما ضحكتش ماخدوش، لا مش عمال بقى نلصم فيه يعني، فاهم قصدي ايه؟ ف
اللي جاي هيبقى هو النقلة اللي جاي هو النقلة الكبيرة احنا جدا. مستنيين يعني ما بعد أو نسب. أيوة. بس أكيد شفت حاجات كتير وأكيد قريتي حاجات كتير قبل ما طبعا. قررتي إن هو ده اللي يبقى بداية البطولة. لا ما انا قلت لك هو مش انا اللي بقرر، هو المنتج هو اللي يقول ايه ياسمين جاهزه، ياسمين جاهزه تشيل فيلم خلاص، هو بيبقى ليه نظره. طب خلينا نتكلم على الوقت اللي ما اشتغلتيش فيه، لان السنتين دول اكيد كان في تطوير. والله انا كنت السنتين بطور نفسي ذاتيا مش في الفن بصراحه، يعني كنت بدرس حاجات بره الفن خالص. انا عارف ان كان في اهتمام، انا عارف ان كان في اهتمام كبير بعلم النفس كمثال، صح، بس اكيد علم النفس ممكن يفيدك جدا في التمثيل ولا ايه؟ بس انا يعني زي ما قلت لك انا صريحه كده، انا ما خدتهوش عشان التمثيل، انا انانيه شويه. التمثيل هو مش هو اي ام، يعني الواحد ممكن يعمل خطا كبير جدا في حياته لما يفتكر ان شغلانته هي كينونته الحقيقيه. لا ده غلط، عشان كده الناس مع مرور السنين بتتعلق بالشغل اللي بيعملوه، لما يروح ينهاروا او ما يعرفوش يعيشوا او يخش في حاله اكتئاب زي ما بتحصل للعيبة الكوره. لعيب الكوره لما بيعتزل بيحس ان هو ملوش لازمه في الدنيا، ان الجلوري بتاع الاجوان والماتشات والحاجات دي بتروح، فيحس انا عندي اكتئاب. الممثل نفس الشيء. فانا لما بشتغل على نفسي بشتغل ليه ياسمين مش للممثله. ده هيخليني اسال هو ايه ياسمين صبري؟ ايه الكينونه يعني كينونه ياسمين صبري؟ والله كتير؟ حاجات كتير، وكل شويه بكتشف حاجات وكل شويه اطور حاجات. امتهالي انك طول ما الانسان عايش لازم يطور من نفسه ويفضل ينهانس، يعني عارف زي الايفون لما كل شويه يبقى فيه ابديت، هو الانسان بيعمل كده في نفسه، ان انت كل شويه بتعمل ابديت كل شويه بتعمل ابديت عشان تعرف تواكب كل حاجه، تعمل ابديت نفسيا حتى، لان ممكن حد نجاحه يبقى اكبر من نفسيته فياكله. يعني انا بيعجبني جدا حاله السكينه اللي عندك ديت، يعني نقدر نقول عليها ثقه بالنفس، اتزان، يعني مش مهتمه في لغط كتير طول الوقت حوالين ياسمين صبري، عن ياسمين صبري، عن اللي بتعمله ياسمين صبري، عن شخصية ياسمين صبري، وانتي ما بتهديش طول. طب اقول لك حاجة بسيطة، من يومين كنت في ابو ظبي فورمولا 1، حدث رائع ما شاء الله، وكانت احداث وناس وميديا واضواء، فرجعت الاوتيل ولقيت نفسي كده وانا بغسل وشي ببص لنفسي وقلت ياسمين دي مش حقيقتي ده شغلي. ليه قلت كده؟ عشان الانسان ما يتجنش، ما افتكرش ان هو ما حصلش، ان هو يكون كله بيلف حواليه. لا يعني في حاجه اسمها بيرسونا وفي شخصيتك الحقيقيه. انا في الحقيقه انسانه بسيطه جدا، عاديه جدا، اصلا بيتوتيه جدا، هاديه قوي، يعني ريلاكس جدا. انما البيرسونا اللي بتظهر للناس هي هو ده الشغل، لكن الشغل مش هو انا. يعني لما البيرسونا دي تروح لحالها انا لسه موجوده وبقوه. ايوه بس في اكيد مواقف حصلت لك خلتك ان انت لازم تاخدي مواقف يعني مختلفه، زي الحاجات اللي سكتنا فيها لما يعني اذا كان موضوع فيلم الاسطوره او فيلم ديزل كمثال، تعاملت ازاي مع المواقف دي؟ لما ايه؟ يعني قابلتك مشاكل يعني في دورك صغر؟ لا انا سبت المسلسل ومشيت، ده مش سر يعني، ده كتب في كل حاجة. وكنت ساعتها مين الممثلة دي اللي كانت لسه محدش يعرفني، سابت المسلسل وواجهت NBC بكل الناس بتاعت العمل ومشت، لاني انا قلت لهم يا تلتزموا بالدور يا اما انا مش هكمل. وجبت بطل العمل ومخرج العمل والمنتج في الكرفان، والناس ما كانتش مصدقه انا ازاي بتكلم كده، على اساس ايه جايبه القوه دي منين؟ بس طول ما انت صاحب حق انت قوي.
وانا كنت صاحبة حقي ليه؟ لان السكريبت عندي على الايميل، ففي دليل يا جماعة السكريبت اهو، وانتوا بتعملوا حاجة تانية. انا مش بتاعت خناقات ولا احتكاكات واشتباكات، بس انا اسهل حاجة عندي الاستغناء. ايوه، وده سلاح قوي اوي ممكن واحد يعمله في حياته. حتى يعني مرة حتى سألوا لو كان يعني وصلت لمكانة كبيرة جدا جدا جدا، أو كان قدامك دور كبير جدا جدا وحصلت مشكلة، ممكن تستغني تماما؟ ايوه طبعا، على فكرة الحياة مش مستاهلة اي حاجة من ان واحد يقطع نفسه او يعيش نفسه في ضغط. الحياة قصيرة قوي مهما طولت، والانسان لازم تكون رحيم مع نفسك، مش في سبيل دور تتعب نفسك نفسيا ليه، وتتعامل مع ناس مثلا صعبة او شرسة او لسانها حاد. لا، متشكرين قوي. اصل بص اللي مكتوب لك ده هتشوفه سواء كده او كده، وطول ما انت تشتري نفسك الدنيا تشتريك قوي. كل ما هتبهدل في نفسك الدنيا هتبهدلك اكتر. ماشي، خلينا برضه احنا يعني احنا في السعودية، واللي حصل في ال5 سنين اللي فاتوا يعني إنجاز كبير جدا جدا في السعودية والسينما السعودية. قبليها الحقيقة يعني أنا لما جيت في 2019 وقعدت مع الناس السعوديين كلموني قد إيه هم بيحبوا الفن المصري والفنانين المصريين، وإزاي إن هم كانوا يعني بيسربوا الأفلام شريط الفيديو زمان ويتفرجوا عليها في البيت، واللي كان بيعملوا سينما فوق البيت مثلا ولا حاجة. في تعلق كبير جدا 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 بين السعوديين والفنانين المصريين. يعني ليه؟ يعني زي ما احنا شايفين يعني في دلوقتي سينما، مسرح، في ممثلين كتير موجودين مصريين. امتى ياسمين صبري هتكون موجودة إذا كان في السينما أو في المسرح السعودي؟ ليه أنا موجودة في السينما؟ يعني احنا بنفتتح فيلمنا في جدة يوم 26. بالعكس، والبعبع أنا كنت هنا ورحنا حضرنا مع جمهور في السينما. أنا موجودة، لكن كمسرح لا، أنا ما أعتقدش إن أنا مستعدة للمسرح دلوقتي. ليه؟ يعني يمكن لسه ما عنديش الشغف ده إني أعمل مسرح. وجهة نظري البسيطة يعني. طيب انا يعني عرفت كده ان كان في كمان يعني ميني سيريس قريب، ميني سيريس يعني في مسلسل يعني مع بلاتفورم او حاجه زي كده. هل في الكلام ده حقيقي ولا لا؟ في يعني اهتمامك اصلا بالبلاتفورمز، لان دلوقتي طبعا يعني في نجوم كتير جدا جدا، او في افلام كتير جدا، في مسلسلات كتير جدا. يعني المسلسلات دلوقتي بقت يعني بره زي الأفلام، مفيش مشكلة خالص، وقت ليها أهمية كبيرة جدا جدا. هل لو اتعرض عليك إن أنت تعملي حاجة على البلاتفورم مش على التلفزيون توافقي؟ لو بلاتفورم عالمي في حاجة بس تعرف انا بقلق من ايه؟ عندنا في مصر في ناس في الدلتا والصعيد والفلاحين، دول بقى مش هنقعد نقول لهم عشان تشترك خش على مش عارف ايه وادفع بالفيزا كارد. هو بالنسبة له مين؟ ايه؟ انا بقى عايزة الجمهور ده. فالجمهور ده عنده تلفزيون هوا، يعني عنده القنوات الهوا، هو ده انا عايزة اروح له، مش عايزة اصعبها عليه. بقلق من البلاتفورمز ان الناس دي انت مش هتروح لها، ودول شريحه كبيره جدا في مصر وعلى راسنا طبعا. فدي الحاجه الوحيده بتقلقني من البلاتفورمز، ان هي يعني بالرغم التطور الشديد جدا بس لسه في اماكن ما عندهاش رفاهيه انه يشترك وعشان يتفرج. بعد بقى مش عايزه اكلف حد. ميزه السينما قصدي التلفزيون ان هو انت رايح له ببلاش في كل بيت بالظبط. القهوه حد هتلاقي القهوة فاتحة قناة هوا، مش هتلاقيها فاتحة بلاتفورم. فأنا ببقى عايزة بقى على الحاجات دي. قلت فاشن أنا شوية. ماشي، بس يعني لو اتعرض عليكي وحاجة هتبقى منتشرة جدا، لو زي ما حكيت لك لو حاجة عالمية يعني بتبقى سب تايتل مترجمة أنزل عليها، بس يبقى هدفي مش إن أنا أجيب شريحة مصر كلها، بيبقى هدفي بقى إن أنا حاجة تتشاف وورلد وايد، زي مثلا حاجات لا كاسا دي بابيل الاسباني. بص اتشهر قد ايه.
في حاجات كوري اتشهرت مع ان احنا مش فاهمين حاجه، بس انه ساب تايتلد وقصه حلوه، فتلاقي الدنيا نار خلاص. لو انا عملت كده يبقى انا عايز الهدف ده. طيب يعني احنا اتكلمنا عن الماضي واتكلمنا عن الحاضر، انا عايز اعرف اكتر عن المستقبل. اكيد انت شايفه نفسك كمان فتره معينه، 5 سنين 10 سنين، عامله ازاي؟ لا شايفه نفسي سيدة اعمال الصراحه. والله هعمل سينما زي ما قلت لك، السينما اسرع وقتها، اسرع بكتير وهي امتع. يعني هنعمل 4 مشاهد في اليوم في السينما ماكسيمم يوم التصوير. في الدراما بنعمل 18 و15 مشهد في اليوم. شايف قد ايه الفرق في التقنية، في التركيز، في الأداء، في التفاصيل. فالسينما ألطف في الحاجات دي، زائد التايم كونسيومينج أقل، فتقدر تقسم سنتك على كذا فيلم. فالفترة اللي جاية سينما، يعني هنشوف لك فيلم، ممكن نشوف لك فيلم في مهرجان البحر الأحمر. بص أنا أفلامي بوكس أوفيس، وأنا يعني بحب البوكس أوفيس، انا بتاع التحديات والتشالنجز. انا من الحصينه اللي هي بتجري في السباق، مش بتقول لا انا هروح اعمل حاجه تانية عشان ما بقاش في السباق، عشان لو لا. يعني في ناس تقول لك انزل اوف سيزن، اصل رمضان ده مفرمه. لا لا، انا انزل في المفرمه عادي، انا كده يعني دي تركيبتي. ده معناه ما بتحبيش تخاطري؟ ما بحبش اخاطر، بالعكس، معناه ان انا يعني عندي ببقى ثقه ان انا هجيب ايرادات، ثقه ان انا هتشاف، ثقه ان انا هبقى موست فيود. بالعكس، انا بقول لك العكس. يعني هو في مخاطره طبعا ان انت تنزلي في وسط يعني حيتان موسم رمضان، طبعا دي مخاطره كبيره. مش بالنسبه لي الصراحه، لان انا من اول ما ابتديت بفضل ربنا عليا انا مفيش حاجه عملتها ما تشفتش. حتى فرصه تانية ورقه كان ضعيف، ولاني انا انسان صريحه بقول كده، كان رقم 2 بعد الاختيار، رقم 2. انا كنت مره شفت كومنت ضحكني قوي على تويتر، كانت بتقول هي عامله لنا عمل ولا ايه، احنا مش عاجبنا وبنتفرج. ف يعني طبعا مش بقول ان ده سبب هنتكل عليه ان احنا بنتشاف، فمن لا والله ابدا، بالعكس انا بتعلم من اخطائي. بس انا بتاعت بوكس اوفيس، عاده افلام المهرجانات بتكون البادجت بتاعها هادي، مش بيدوروا على التيكتس والايرادات، من اول منتج للبطل بيبقوا عارفين القصه دي. لكن انا بنت بوكس اوفيس، يعني ايرادات، يعني كام 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 كده. ما اعرفش، يعني اتمنى. يعني انا مثلا عندي فيلم مع الدكتور بيتر ميمي المخرج، هو اول سوبر هيرو مصرية ميدل ايسترن عامة، بالسكيلز بقى اللي هي عندي من الرياضة بنستخدمها. فده مثلا لا يمكن يكون مهرجانات زي الافلام مارفل، حتى في السينما الامريكية دي مش افلام مهرجانات. بيس تيمبو الافلام المهرجانات هو تيمبو الزمن الحقيقي. يعني ايه؟ يعني فيلم المهرجانات بيبقى عباره عن اكشن، انا بجيب الميه وبفتحها وبشربها وبحطها، كل ده انتوا معانا على الكاميرا، وبعدين بقول لك اخبارك ايه. ده افلام مهرجانات. انا ساعات امل، انا اسفه ساعات، انما السينما وقتها التايم لاين الزمني بتاعها سريع. يعني مش كل افلام المهرجانات كده، احنا في مهرجان سينما ما ينفعش نقول الكلام ده. هو انا 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 شوف انا يعني دي الايدنتيتي يعني بتاعتي. مش كل الافلام، في افلام انا عمري ما حضرت، يعني في افلام مهرجانات ممتعه فعلا، في بس بطيئه، رتمها بطيء. هي دي افلام مهرجانات. احنا مش انا مش بمثل عليك، انا ممكن اقوم امثل عليك لو عايز. بس مثلا فيلم البعبع، الفيلم كله ساعتين يوم واحد، اللي هو من هنا لهنا لهنا لهنا، جدا جدا. هي السينما اتس اكسايتنج، هي بتدي كده اكسايتمنت. انما التيمبو الهادي واللي هو ليه مدارس كتيره جدا،
زي يوسف شاهين. It's not my thing. يعني مش my cup of tea. يعني مش على هواية. أنا box office. كويس إن في ممثل عارف أصلاً اتجاهه فين، صح ولا لا؟ في ناس تقول لك أنا عايز أنزل في المهرجان عشان أبقى في المهرجان. ماشي أوكي، ما هي أهو يعني عنده هدف، لكن أنا هدفي زي ما قلت لك box office. طيب عظيم جدا. انا عارف ان طبعا في ناس كتير عايزه يعني تسال ياسمين صبري، لان كمان وقتنا قرب ينتهي، فخلينا نبدا فضل. الاسئله نسمع فضل. الناس فنبدا الاسئله والتعليقات. اللي الناس في الصاله تساعدنا لو ممكن. ادوارك نفس الشيء، دائما الفتاه الجميله، المرأة الجميلة. قلتي قبل شوية أنه تتمني أنه يكون بدل المرأة الأرستقراطية تكوني بدور شعبي، بس أعتقد أنه المنتجين والمخرجين ستيل حيشوفوا ياسمين في هذا القالب. فهل أنت مستمتعة بهذا أنه أنت الفتاة الجميلة دائما، أو حابة لا تكوني الفتاة اللي تشبهنا اللي دائما موجودة، المرأة اللي لا ما تعتمد على نقطة قوتها في الجمال؟ وإذا سمحتي لي برضو سؤال ثاني، حاضرة كثير في مهرجانات، هل تشوفي نفسك حاليا فنانة مهرجانات برا برضو مش بس في العالم العربي؟ ياسمين صبري ممثلة عالمية ولا لسه فنانة عربية؟ مساء الخير. أولا أنا شبهكم، عشان أنتي قلتي تبقي شبهنا، أنا شبهكم بالعكس، أنا منكم عادي جدا، ما عنديش حاجة زيادة. المنتج بيفكر بتفكير المشاهد، بيبقى عارف ان المشاهد عايز يتفرج ويقول بص الشنطة، بص الشعر، الجزمة دي لا نجيبها. هو بيفكر المنتج، المشاهد عايز يشوف ايه. اللي خلى المنتج يفكر كده هو الريفيوز، فبيدي المسلسل او العمل اللي انا فيه اللي المشاهد عايز يشوفه، هي حلقة كده مقفولة. فهم قصدي ايه؟ يعني لو كان الرأي العام على حاجة تانية كانوا حطوا الضوء عليها، فهي مبتدية اصلا من الرأي العام. ده اولا. سؤالك التاني كان ايه بعد اذنك؟ ايوة انا بمثل براندات عالمية للمجوهرات. انا بكون مدعوة للمهرجانات دي باني سفيرة البراند. في صراحة اكتر من كده؟ لا معلش بس احنا بناخد الاسئله. ما بعشق صراحتك. اشكرك. وهكون صريح. اتفضل. من اول لحظه طليتي على الناس تم اتهامك تهمه غريبه جدا. خير. انك جميله واصبحت الجمال بالنسبه لك تهمه. مفيش ناقد حللك. مفيش مشاهد قاعد يقول دي مثلت ازاي وكان لازم تمثل ايه. مفيش حد قال لك المفروض تعملي ايه، دي وش جميل بس. غبتي فتره طويله، جمعتي كل النقد السيء اللي وجه ليكي واشتغلتي على نفسك مره واتنين وتلاته وطول الوقت عشان تبقي انضج واقوى واذكى. صح. وقدرتي انك ما تبقيش وجه جميل، لكن وجه جميل وعقل جميل وموهبة جميلة، وكانت النتيجة ان المهرجان عامل معاك جلسة حوار، وفعلا احنا استمتعنا بصراحتك وعادي. شكرا. بس خلينا اقول تعليق صغير. انا ما اشتغلتش على نفسي عشان اكون عقل جميل، لا، انا اشتغلت على نفسي عشان اكون اتقل. يعني كلام ما يقولش فيها يمكن عندهم حق. لا، اشتغلت على نفسي عشان اكون عارفة انا مين فعلا. بعد كده لما تعمقت في الدراسة عرفت ان دي حاجة يونيفرسال. يعني في كتاب اسمه I Lean In بتاعت CEO of Facebook، ست عاملة ماسترز ديجري PhD قوية جدا جدا جدا، وبقت CEO of Facebook. كل الناس اللي في الشركة بيقولوا ايه، اصلها شكلها حلو، هي عشان تعرف حد، هي اصلها مصاحبة حد. فاذا الحكم ده مش في مجال بس التمثيل، ده في كل المجالات. لو في دكتورة شاطرة بس ربنا مديها شوية قبول، هيقول لك اصل هي بتظبط
عمره ما هيبقى على شغلها. فده شيء يونيفرسال، هيعيش في الزمن ده وبقيه الازمنه عادي، اتس اوكي. عارف ليه؟ لان الانسان في اللاوعي يقول لك ما ينفعش يبقى عندها كل حاجه، انا مش عايز اقتنع بالفكره دي، هي مش احسن مني، فاذا هي ينقصها كذا وكذا وكذا، عشان الشخص اللي اطلق الحكم يحس ان هو انا تمام، هي مش احسن مني. طب مفيش حد احسن من حد، بس هو ده بيبقى المنطق وراء الحكم. وسؤالي الثاني، ايش اصعب دور انت مثلتيه، او يعني الصعوبه اللي لقيتيها في التمثيل؟ شكرا. دي اسئله مهمه جدا. والله انا بتمنى للشعب السعودي كل التوفيق في السينما وفي الدراما وفي المسرح وفي الغناء وفي الفن كله، واتمنى كل بنت تحقق احلامها وطموحاتها وتكون سهله عليها من اول بيتها لغايه المنتجين والمخرجين. يعني ايه اصعب دور عملته؟ وما فيش دور صراحه حسيت ان انا مش عارف في صعوبه، في ادوار انا اصلا ما بعملهاش. في دور كده اتعرض عليا لرمضان ده، واحده ست عانس، عارفين عن ايه انس؟ غلاويه، حقوده، كرهه اي ست متجوزه، وحبت واحد والواحد ده جاي تعترف له بحبها، كان بيعزمها على خطوبته. قلت لهم لا انا ما اعملش دور زي ده. قالوا لي ليه وبتاع، التمثيل ممثله بتعمل كل حاجه. قلت لهم الشيء ده مش جوايا، فما اعرفش امثله، وعيني وشكلي وهيئتي وكل انسان ليه بصمه كده، ما تجيبش السكه دي وما حبش اعملها، كئيبه وسوده. وفي حاجه لاحظتها غريبه جدا، الممثل لما بيمثل حاجه وبيصدقها بتقع في حياته، من اول هوليوود لغايه هنا. هيث ليدجر، عارفينه؟ ذا جوكر. قصص كتيره مرعبه كده، ان الناس لما بتصدق قوي الحاجه تلاقيها حصلت لها في حياتها. كان في مغني افتكر سوري الله يرحمه، كان الفيديو كليب بتاعه ان عمل حادثه عربيه ومات، مات بعديها مش عارف بكام شهر، حادثه عربيه ومات. هو ده قدر، انا فاهمه، بس ستيل انا ما احبش اعمل حاجه دارك. وبعدين انا بحس البني ادم مش ناقص كآبه، والبني ادم كل الفئات والجنسيات مش ناقصين نكد. وانا بحس انه انا لو ليا رساله كده خفيفه ظريفه، نكون ان احنا خفاف. اول كلمه قلتها لكم ايه؟ يا رب يكون خفيف عليكم. بس انا بشكرك جدا جدا بوجودك معنا في البحر الاحمر، يعني سعداء بيكي جدا، وبشكر الجمهور المحضر يعني والحضور الكبير في الموضوع. شكرا جدا جدا.